ازيكم؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. النهاردة هنا معانا طريقة الكنافة، بس بطريقتين، يعني في طريقتين او وصفتين للكنافة اللي هي الطرح. هنعملها مع بعض بطريقة سهلة جدا جدا جدا. سهل لما يكون معاكي كنافة تكون الطرح او اللي هي الطويلة، ممكن تعملي بيها اكتر من وصفة. لكن لو عندك الكنافة اللي هي مفرومة، تقدري تعملي بيها الكنافة اللي هي الصينية بس، او اللي هي الكب كب كنافة كده، في القوالب بتاعة الكب كيك. لكن غير كده ممكن التانية تستخدميها في حاجات كتير قوي. انا هنا معايا الكنافة الطرح، قصقصتها وبعملها زي ما انتوا شايفين كده، وبلفها على ايدي من غير ما بستخدم ليها اي حاجة. تمام. لو انا عايزاها تبقى كبيرة او تخينة شوية، بلفها على الصباعين اللي انتوا شايفينهم دلوقتي دول. فلو عايزة انا مقاسهم يبقى زي بعض، بلفهم كلهم على نفس الصباعين. لكن لو انتي مثلا عايزاها مقاس ارفع او اصغر شوية، بتعمليها مثلا على صباع واحد. ولو عايزة الصينية كلها طبعا تبقى حجم واحد، هتستخدمي نفس المقاس. واهم حاجه برضو علشان كلهم يطلعوا مقاس واحد، ان انتي لما تيجي تقصي الحتت بتاعه الكنافه، على الاقل تقصيهم نفس الطول عشان في الاخر يبقوا نفس اللفه، ما يبقوش اتخن شويه. المكان بقى اللي في النص ده ممكن تحشيه اي حاجه انتي عايزاها، مكسرات، نوتيلا مثلا، اي نوع شوكولاته مثلا عندك مثلا، او اي حاجه، مش لازم حاجه معينه. بتبقى حلوة قوي قوي قوي. انا كنت ناوية ان انا اعمل حبة صغيرين كده، احشي نصهم مكسرات ونصهم شوكولاتة، لكن في الاخر كنت مسيحة معلقة شوكولاتة، فكفت الكمية كلها اللي انا عاملاها. فقلت لا خلاص بقى، مش ايه مش هحط مكسرات. وبصراحة طلعت طعمها حلو جدا جدا جدا، وسهلة يا جماعة وسريعة، وبتبقى صغنونة كده على قد البق على طول، تتاكل على مرة واحدة، حلوة قوي. انا هنا كنت بغير بقى في اللفة بتاعتها، وقلت ان انا اجرب اعملها اصغر شوية واشوف شكلها هيبقى عامل ازاي. فلفتها على الصباع واحد بس، وبرضو بتبقى جميلة قوي وسهلة قوي قوي قوي. طبعا الفرن بيكون شغال، سايباه يسخن على درجة حرارة 200، ما بتاخدش وقت كتير. برضو مجهزة معايا السمنة علشان خاطر اسقيها بيها على طول قبل ما ادخلها الفرن. وطبعا الشربات التقيل بيبقى جاهز برضو معايا، ويكون ساقع علشان خاطر اول ما تطلع من الفرن اسقيها بالشربات بتاعها او السيرب بتاعها على طول. كمان يا جماعة، الفيديو بتاع الشربات او السيرب موجود على القناة بتاعتي، نزلته لكم في اول رمضان. وهو للشربات التقيل، لان ده اكتر شربات انا بستخدمه، للكنافة وللقطايف والجلاش والصوابع الجلاش، وايه تاني، بلح الشام والزلابية او لقمة القاضي، كل الحاجات دي. فانا كنت عاملة كمية شربات كبيرة تكفي معايا. يعني دلوقتي هنا انا مسيحة سمنة، وبالمعلقة كده ببتدي اسقيها من جوه ومن الجوانب. تمام. بصوا اللي انا عملتها على صباعين، هي اللي من ورا دي اللي على حواف الصينية، واللي انا عملتهم على صباع واحد هما اللي من جوه شوية على شكل الهلال مثلا ده، او الرسمة من ناحية جوه. فلو انت عايزة المقاس الكبير تلفيها على صباعين. دهنتها كده بالسمنة. وفي طريقة تانية برضو ممكن ان انت تدهني بيها عشان تبقي متأكدة ان هي شاربة سمنة من جميع الجوانب، يعني بالفرشة، الفرشة اللي هي السيليكون، هتبقى حلوة قوي معاكي، بس لازم تشربيها من جوه الاول بالمعلقة عشان تتأكدي ان هي دخل فيها من جوه سمنة. وهنا مش لازم تدهني تحتيها الصينية خالص، بترصي على طول، لان انت لما بتحطي معلقة السمنة في كل واحدة فيهم بتنزل من جوه بتغرق الكنافة من تحت. طيب، نفس الموضوع بقى في الكب، قوالب الكب كيك هنعمل دلوقتي. فانا ما عنديش، ما كنتش جايبه الكنافه اللي هي مفرومه، فببتدي دلوقتي اقصقص الكنافه الطرح اللي معايا. طيب، في طريقه اسهل من كده، وهي انك لما تبقي مطلعه الكنافه من الفريزر، تقومي حاطه منها جزء في الكبه، تضربيها مره واحده وهي مخشبه كده ومتلجه، هتضرب معاكي سهله جدا وسريعه جدا جدا جدا. طب لو انتي مطلعاها من بدري وعملتي الكنافه العيش البلبل اللي احنا عملناه مع بعض والحاجات دي كلها وفكت معاكي، لا ما ينفعش تحطها في الكبه، فهنقصقصها بالمقص.
تمام. وهنرجع بقى نفرفتها كلها مع بعضها كده، وهنحط برضو عليها السمنة. بس هنا بقى هندهن قوالب الكب كيك. انا كمان مجهزة الحشو معايا، اللي على اليمين في العلبة البينك دي، دي قشطة، وقشطة بيتي مش قشطة علب ولا جاهزة، دي قشطة اللبن المغلي السايب العادي بتاعنا. فجمعت القشطة بتاعت كذا كيلو لبن، بقيت اجمع القشطة كده كتير واشيلهم في الفريزر، وقت بقى محتاجهم في كل حشوات الحلويات في رمضان عملت بيها، ف كانت تحفة جدا يا جماعة، وحلوة قوي قوي قوي، واحلى بكتير جدا 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 من القشطة المعلبة. خلاص اتفتفتت معايا كويس قوي، ببتدي بقى احط فيها السمنة واقلبها كويس، واتأكد ان السمنة دخلت في كل الجوانب بتاعتها، وهرجع تاني اكمل واحط سمنة تاني وهكذا. دهنت هنا القوالب من جوه والطروف بتاعتها كده، الجوانب بتاعتها، هبتدي احط نص بس الكمية، وبكوباية هبتدي اضغط كويس علشان خاطر تاخد من تحت الشكل المتساوي المظبوط، علشان احنا كده كده هنرجع نقلبها لما تطلع من الفرن، هنرجع نقلبها في حاجة، فلازم يبقى الشكل بتاعها من تحت متساوي. ببتدي بقى هنا احط القشطة، هي كانت مجمدة شوية عشان طالعة من الفريزر بقالها وقت مش كفاية مش طويل، فكانت ماسكة في بعض الحتت، فقلت يلا هي في الفرن بقى هتتيح مع نفسها. تمام. مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا، كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا، وانتهى بعدك صار وصال، نعطي صبرا نأخذ أجرا، والله يرانا ويسمعنا، نغفر زلا نوصل أهلا. ببتدي بقى هنا احط الطبقة اللي من فوق، واهم حاجة ان احنا مش هينفع نضغط بقى بكوباية علشان خاطر القشطة ما توصلش للجوانب بتاعة الكب كيك وتتحرق مثلا او حاجة، وعشان كمان ما تطلعش معانا بره، فانا هحط كده بشكل عشوائي، وبعدين هطبطب بايدي، مش هضغط جامد، وطبعا برضو الفرن مازال شغال عشان انا بسوي الاولانية. طيب طلعنا الكنافة، وبصوا يعني لونها تحفة وجميلة قوي قوي قوي، بسقيها بالشربات. بس اهم خطوة يا جماعة الشربات يكون ساقع وبارد تقيل. اهم حاجة بقى ان انتي اول ما تطلعيها من الفرن على طول وتقلبيها، تبتدي او تطلعيها من الصينية او ما زالت وهي في الصينية ايا كان، اهم حاجة ان انتي تسقيها على طول، ما تستنيش لما تبرد ان شاء الله دقيقة حتى، علشان خاطر ساعتها هي ساعتها مش هتشرب الشربات كويس بتاعها، وهتنشف شوية، وتغطيها طبعا علشان ما تبقاش ناشفة قوي. تمام. وبهنا برضو بنسقيها بالشربات نفس الكلام، وهغطي عليها شوية علشان تطرى حاجة بسيطة، وبعدين هرجع اشيل الغطا من عليها. بس كده، يا رب يكون الفيديو عجبكم،
وهنا هبتدي ادخل الشوكولاتة فيها. وطبعا تحفة جدا. اشوفكم فيديو جديد وباي باي. مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا، كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا، وانتهى بعدك صار وصال. نعطي صبرا نأخذ أجرا، والله يرانا ويسمعنا، نغفر زلا نوصل أهلا. مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا، كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا، وانتهى بعدك صار وصال. نعطي صبرا نأخذ أجرا، والله